أنا أذكر في السلف القدامى رجل كان عالما اسمه بدر الدين الزركشي، أحد عيون الشافعية وأئمتهم في زمانه في القرن الثامن الهجري. ده رجل كان شافعي المذهب، فأسرة من الأسرة التي تنصر المذهب الشافعي التقطت ذكاء هذا الرجل هذا الشاب، فجابوه قالوا له نعمل معاك صفقة، هنصرف عليك ونتبنى حياتك ونجيب لك بيت ونزوجك ونفضل نصرف عليك حد ما تموت بشرط أن تنصر المذهب الشافعي. فألف هذا الإمام مؤلفات في المذهب الشافعي أصولا وفروعا مما يعني تبهر الأنظار. يكفي أنه أول رجل أعلمه صنف في علوم القرآن كتابا لم يحم طائر إنسان على هذا الموضوع، كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن. قضى حياته كلها في نصر الدين. بسبب إيه؟ إن أسرة قالت له لا تحمل هم الأكل والمعيشة والكلام ده، ولكن فرغ هذا الذهن لطلب العلم الشرعي. أنا عايز الناس الأغنياء يعملوا كده، لأن تنفق على فقير له مردود خير من أن تنفق على فقير لا مردود له. لا، أنا أعطي فقيرا له نفع متعدي لا سيما للأمة، غير فقير نفع متعدي لنفسه ولأولاده. ما بقولش برضو أن اللي نفسه ولأولاده مش مهم، لكن على الأقل اعمل موازنة في النفقة. صحيح، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل.